الفكرة التالية. لو أنا الآن جبت الماجنتيك سيركت اللي كنا ندرسها من شوي، شو كنا نعمل حتى نولد فلوكس في هاي الماجنتيك سيركت؟ إيش كنا نحط؟ كنا نحط كويل على البرايمري، وراح أخلي أنا هذا راح يصير أسمي إيش اسمه برايمري وسكندري. برايمري أولي وسكندري ثاني. مش راح أحط هلا الكويل، مش راح أرسم الكويل، راح أفترض إنه عندي فلوكس الآن تولد الفايل. أنتوا عارفين كيف تعملوه، راح تمتحنوا اليوم فيه بالكويز مش هيك؟ فايل اللي هو بالويبر. فأنا هون ولدت فلوكس. هلا هون ما انتهت العملية، شو بدي أحاول أعمل في المحول؟ شو ممكن أستفيد؟ إيش في عندي هلا هون؟ فايل مش هيك؟ هل فايل هذا بتغير مع الوقت؟ حسب إيش الكرنت اللي أنا حاطه. لو أنا حاطط هون دي سي كرنت والدي سي كرنت كونستانت، شو بيكون فايل اللي هون؟ كونستانت. إذا قديش دي فاي على دي تي؟ إذا إشي كونستانت ما بتتغير قيمته، قديش دي فاي على دي تي؟ زيرو. تمام. لكن لو أنا شوفوا شو عملت، لو أنا جيت هون للفلكس هذا الكرنت اللي حطيته هون صرت أغيره، مرات أزيده مرات أنقصه، مرات أزيده مرات أنقصه، إيش راح يصير بالفلكس اللي هون؟ راح يصير يتغير. طيب شوفوا شو بدي أعمل أنا، بدي أجي أحط هلا كوين جديد غير الكوين اللي عملناه هنا. بدي أحط كوين من هون وبدي أراقب الطرفين هذول، بدي أحطهم مقابل. هلا اطلعوا هذا الكوين شو عمال بشوف في داخله؟ فلكس. وهذا الفلكس شو ماله؟ لا انا هلا حطيت هون الفلكس هذا خليته يتغير مع الزمن، يعني هذا الفلكس هلا ساينوسويدال. يعني لو جيت هلا طلعت هون دخلت وراقبت طلعت هون وقست في داخل هاي، راح تلاقي انه الفلكس هذا مش كونستانت، لقيت انه الفلكس هذا عماله بيتغير مع الزمن. عم بيعكس اتجاه، يعني الفلكس مره بياثر باتجاه ومره بياثر بالاتجاه المعاكس. وهدول البولز اللي حكينا عنهم الدومينز متذكرينهم تبعون المغنطه، شو عم بيصير فيهم؟ مره عم بتمغنطوا في اتجاه مره عم بتمغنطوا في الاتجاه المعاكس، وهاي هون لها فريكونسي 50 هرتز. اذا شو عماله بيصير في داخل الماده هاي؟ عمالها بتتغير، مره بيجي الفلكس منتج كله باتجاه واحد، بعدين بيبدا شوي شوي يعكس وبيعكس الفلكس والفلكس بينعكس الاتجاه المعاكس، وهيك 50 مره بالثانيه. ماشي واضح؟ اذا هذا اللي عم بيصير هون، مش زي لو انا حاطط دي سي، لو انا حاطط كرنت دي سي هون ايش بيصير بالفلكس هون؟ بوصل نقطة معينة بضل ثابت، فوقتها ما بستفيد منه، لأنه الدي فاي على دي تي رح تكون زيرو. لكن لو انا جيت الآن حطيت فلكس هون، يعني حطيت كرنت هون اي سي متغير عمال بيعكس نفسه 50 مرة بالثانية، مش هذا معنى 50 هرتز؟ ايش معنى 50 هرتز؟ انه كل ثانية انا 50 مرة شو عمالي بعمل؟ مرة بكون بوزيتيف ومرة نيجاتيف، مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف، وبضل اعيد العملية هاي كم مرة؟ 50 مرة بالثانية. إذا هذا معنى فاي، إذا فاي اللي هون رح تتغير 50 مرة بالثانية، 50 خلال الثانية 50 مرة رح يكون الفلكس كله هيك موجه، وكمان 50 مرة رح أشوفه صار هيك عكس حاله تمام، عكس حاله تمام. اطلع على الكويل هذا اللي أنا ركبته هون، إيش رح أشوف؟ معكوس. رح أشوف فلكس عماله بيتغير مش هيك؟ رح أشوف دي فاي على دي تي مضبوط؟ إيش بعتمد الفولتج اللي رح يطلع هلا من هون؟ عايش راح يعتمد مش اشاره منطقي قيمته كميته على الفلكس. اذا الفولتج هلا راح يتكون هون اي ام اف، الاي ام اف اللي راح يتكون هون راح يتناسب مع ايش؟ راح يتناسب مع دي فاي على دي تي. بهمه اكثر من فاي نفسها، شو بهمه؟ سرعه تغير بالثانيه. وكمان عايش بيعتمد على عدد اللفات تمام مش هيك؟ مش في عندي عدد لفات من هون. اذا لو احنا بدنا نحسب الان الفولتج اللي طالع من هون، وخليني افترض انه هذا الفولتج هون ساينوسويدال، الفلكس هون تغيره ساينوسويدال وله فريكونسي اوميجا. اوميجا ايش وحدتها؟ راديان بير سكند. يعني لو كانت هاي 50 هرتز قديش بتكون اوميجا؟ اوميجا شو بتساوي؟ 2 باي اف. اذا كانت هاي 2 في باي في 50، خليني افترض 50 تطلع هاي تقريبا 314 ايش؟ راديان بير سكند. وهذا الفلكس انا بامكاني اعبر عنه بقيمه معينه، خليني اقول انه الفلكس الان بيساوي، راح احطه شوفوا شو راح احط فاي، راح احط فاي شو يعني؟ انها هلا صارت فانكشن اوف تايم، فلما يعني بطلت قيمتها كونستنت، صارت لما يتغير الزمن عم تتغير قيمتها باستمرار، وشكلها كالتالي راح اسمي هاي فاي ماكس ساين اوميجا تي. ايش معنى هاي المعادله؟
معناها انه فاي هون عماله تتغير باستمرار مع الزمن. قديش سرعه تغيرها مع الزمن؟ كل قديش عم تتغير بتعكس؟ كل ثانيه عم تنعكس 50 مره او بالراديانز اوميجا، تمام؟ شكلها شو شكلها مع تغيرها مع الزمن؟ ساينسويدا. والقيمة هاي القيمة شو بتمثل فاي ماكس؟ اللي هي اعلى قيمة بتوصلها خلال السايكل. هينا هاي اللي هي فاي ماكس، القيمة القصوى اللي بتمثلها بها. واضحة هاي؟ هذه ساينسويدا الويف فورم عمالة تتغير مع الزمن. إلها فريكونسي 50 هرتز أو أوميجا راديانز بير سكند. هلا لو جينا سألنا السؤال الـ EMF اللي راح يتكون بين هدول القطعتين اللي موجود هون، إيش بدنا بيساوي؟ هيك إذا بيساوي N D phi على D T. شو بيساوي إذا هذا phi؟ هاي phi. N معروف عندي رقم 50 لفة أو 60 لفة أو 10,000 لفة أو 1000 لفة يا منير. لفة D phi على D T شو بتساوي؟ كيف بدي أحسبها الآن؟ فاي ماكس في ايش؟ ساين. ايش مشتقة الساين؟ كوساين. اذا راح يكون عندي فاي ماكس في كوساين اوميجا تي، بس ايش لازم اعمل في اوميجا؟ تمام، لازم اوميجا في اوميجا. واضح ليش ضربنا في اوميجا؟ لو عندي كوساين 3 اكس، كوساين 3 او ساين 3 اكس ايش مشتقته؟ ساين 3 كوساين اكس، مش هيك؟ مش بضرب في مشتقة القيمة هاي بالنسبة لإكس؟ مشتقة الزمن بالنسبة بالنسبة إذا هذه رح تصير عندي. إذا شو بتلاحظوا هلا عليها؟ هون إلها انضربت أوميجا في فاي ماكس، أو نسينا إحنا إيش كمان؟ نسينا. إذا رح تصير هذه بتتناسب مع فاي ماكس، تتناسب مع عدد اللفات، مع ايش كمان تتناسب؟ مع الفريكونسي. فكل ما زادت الفريكونسي، ولذلك ما فيش ترانسفورمر بيقدر يشتغل على ايش؟ هل في ترانسفورمر دي سي ترانسفورمر؟ هذا ما بيشتغل، في انواع معينه، بس هذا النوع ما ممكن يشتغل على الدي سي. لو انا اجيت الان حطيت كرنت من هون عن برايمري، وكان هذا الكرنت دي سي كونستنت، يعني قيمته كونستنت، هل راح تكون فلكس هون؟ لا، انتبهوا السؤال، هل راح يتكون فلكس هون؟ راح يتكون، بس هذا الفلكس شو راح يكون؟ ثابت كونستنت. اذا هو ثابت قديش دي فاي على دي تي له؟ زيرو. طب ما انا عندي ان ان مضروبه بزيرو بتضلها زيرو، اذا هذا لا يمكن يشتغل كمحول. اذا انا حطيت هون دي سي، حتى يشتغل كمحول يعطيني من هون لهون لازم يكون اي سي، حتى يطلع عندي اوتبوت. والاوتبوت اللي طلع عندي هون بيتناسب مع عدد اللفات، بيتناسب مع فاي ماكس الاصلي اللي موجود هون، وبتناسب مع اوميجا. طيب شغله اخيره، شو العلاقه بالفيز، بالفيز انجل ما بين الفولتج اللي بنشق والفاي نفسه كفيز انجل؟ كل ما زاد احنا نسينا على فكره الماينس هون عشان الاشاره، مش مهم بس هيك. شو العلاقه بين هذا الاي ام اف؟ هذا عباره عن ايش؟ الويف فورم تبعته كوساين اوميجا تي. فاي اوف تي ايش هو؟ ساين. اذا ايش راح يكون؟ قديش راح يكون بينهم الزاويه؟ 90. 90 راح يجيني هون 180. 180 من وين جاي؟ لما بضرب انا شيء في ماينس كاني عمالي بعمل شيفت بقديش؟ 90 و 180 درجه. الماينس كاني بحول عمالي بعمل شيفت ب 180 درجه.